من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم اللي تؤثر قلبك جدا 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 بسبب رحمته صلى الله عليه وسلم هو موقفه صلى الله عليه وسلم في يوم وفاة عبد الله بن أبي بن سلول، رأس المنافقين ورأس النفاق وبذرة النفاق في أمة الإسلام. لما حضرته المنية طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه أن يكفن فيه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه لأن من عادته صلى الله عليه وسلم ألا يرد سائلا، وإكراما له بما فعله يوم بدر لما استعار منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه يعطيه عمه العباس، وكان عم النبي صلى الله عليه وسلم العباس رضي الله عنه وأرضاه طويلا، فلا يناسبه إلا قميص عبد الله بن أبي بن سلول ذلكم في بدر. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم إكراما له لما فعله يوم بدر وأنه من عادة النبي ألا يرد سائلا، فأعطاه ثوبه ليكفن فيه. وجاء الصحابي عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول يطلب قميص النبي صلى الله عليه وسلم ليكفن فيه أبوه عبد الله بن أبي بن سلول، فلم يمانع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه إياه كرما للصحابي عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول، وكرما لنسب هذا الصحابي الجليل. لما رأى عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وافق أن يعطيه ثوبه، فأراد أن ينشط الذاكرة عند النبي. يظن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي قد نسى ما فعله عبد الله بن أبي بن سلول من سب وشتم في ذات النبي وشخصه صلى الله عليه وسلم، وخوضه في عرضه صلى الله عليه وسلم وفي عرض أم المؤمنين عائشة في تلكم حادثة الإفك، كلنا نعرفها كانت بسبب عبد الله بن أبي بن سلول. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتراجع عن موقفه، فأراد عمر أن يذكره بالقرآن وقال له يا رسول الله ألم ينهاك الله عن الاستغفار للمنافقين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر إني خيرت فاختر، ولو أعلم أنني إن زدت فوق 70 فيغفر الله لهم والله لزد. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم. فجاءت الآية الكريمة بالتخيير، واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لهم. فلما صلى رسول الله على عبد الله بن أبي بن سلول جاءت الآية الفاصلة ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسله وماتوا وهم فاسقون. الشاهد من الموقف ده رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو بعد ما تسب في شخصه وتأذف عرضه وتأذف عيلته وتأذف دعوته من هذا الرجل، إكراما لابنه الصحابي الجليل وافق أن يصلي عليه وأن يستغفر له وأن يكفنه في ثوبه. رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة. أنا عارف كويس جدا إن القصة دي مؤثرة قوي، ولو سمعتها من كبار المشايخ هتتأثر أكتر منك تسمعها مني أنا، بس الهدف من القصة مش التأثير فقط، أنا عايزك تعمل زي ما النبي صلى الله عليه وسلم عمل. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الشاهد والمقصد من كل حياة النبي إن أنت تطبق اللي هو عمله، إن أنت تعمل زي ما هو عمل في نفس المواقف بالضبط. هدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بإحياء سنته.